وفقا لما ذكره موقع عربي بوست والذي تناقلته الكثير من المواقع، أن الجزائر تلقت رسالة تهديد من الإمارات، نصها إذا لم تتراجع الجزائر عن التعامل مع حلفاء ضد سياسة أبوظبي فعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والسياسية. ما هو تفسيرك لهذه الرسالة وفقا لهذا النص؟ أولا دعني والله العظيم أنا لما قرأت هذا الخبر يعني تمنيت لو أن الله قبضني قبل أن أسمع هذا الخبر. يعني الإمارات تهدد الجزائر، أنا عمري ما تصورت الكلمة هذه تأتي، كلمة التهديد والإمارات والجزائر، ولا عمري في حياتي تصورت أن تدمج هذه الكلمات في جملة مفيدة. الجزائر ومعها الإمارات وتهديد في الوسط، مستحيل. هذا ما جناه علينا القايد سيسي لما كنا نحذر العام الماضي وقلنا أنه ينتهج نهج السيسي شبرا بشبر وذراعا بذراع، وحذرنا. ها هي الإمارات مع الأسف ومع احترامي لأهلي الإماراتيين لأنهم إخوتنا، لكن لما الجزائر دولة في حجم قارة تهددها الإمارات، دويلة في حجم قرية، الإمارات اللي تاريخها سطرين وشعبها نفرين وجغرافيتها شبرين تهدد الجزائر العملاقة، من أوصلنا إلى هذا؟ الخونة هم الذين جرأوا علينا الإمارات لتهدد الجزائر العملاقة أم الشهداء. والله إن لم يفعل هؤلاء الخونة إلا هذا الجرم، هذا الخبر، هذا المآل الذي تستجرئ فيه الإمارات وتهددنا يكفي لإعدامهم على المشانق في الشوارع، لأنهم أوصلوا الجزائر إلى ما وصلت. تحفظ على فكرة شعبها نفرين، لأنه الجزائر، لا أنا أحترم الشعب، لا الشعوب لا تعداد، ليس تعداده ليس فيه يعني عيب. الذي فعل ذلك ليست الإمارات وإنما سياسي الإمارات من فعل ذلك. لا أنا أوجه قادة الإمارات، شيطان الإمارات ومن معه، شيطان الإمارات ومن معه. لكن لماذا وقع ما وقع؟ هو الآن ما كان ليتجرأ على العصابة الحاكمة لولا أنه يمسك عليهم كما يقول أهلنا في مصر، ماسك عليهم ذلة الشرعية، ذلة عدم الشرعية مرة، لأنهم يرون أنه أن الإمارات أنقذت العصابة من الانهيار ومن الزوال ودعمتها وأيدتها، وخاصة بالجيوش تاع الذباب الإلكتروني التي نالت منا العام الماضي أشد النيل. أنا شخصيا الآن أغلق حسابي الفيسبوك 3 مرات من جيوش الإمارات، ولما نبحث لأنه عندي إخوة مختصين يجدون أن الدخول إلى حسابي وغلقه كان من مكتب من يعني الموقع من الإمارات.